هذا وقد أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 3 صيدليات بمنطقة البديع والرفاع والمحرق لمخالفتهم قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك. فبعد أن قامت إدارة التفتيش في الوزارة بالجولة التفتيشية اليوم، تبين عن قيام بعض الصيدليات بإخفاء الكمامات التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 والتلاعب بأسعارها وزيادتها دون مسوغ قانوني واستغلال الظروف الاستثنائية مقلقة لدى الناس. ولمن ثبت من الصيدليات بمخالفتها للأنظمة والقوانين فقد تم غلقها إداريا، كما أن الوزارة مستمرة في خطتها التفتيشية المتكاملة لجميع مناطق البحرين، وذلك للتأكد من التزام الصيدليات والمحلات التجارية والأسواق ومنافذ البيع بعرض السلع وعدم إخفائها وعدم التلاعب بأسعارها ورصد هذه الممارسات غير القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة لكل المخالفين. طبعا تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء المؤقر في تضافر الجهود لكافة الجهات الحكومية وتفعيلا في القرارات والقوانين الموضوعة في شأن حماية المستهلكين والمواطنين، تم اليوم توجيه جميع المفتشين في إدارة التفتيش وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ونظرا لقانون 35 لسنة 2012 تم تنفيذ إغلاق هذه الصيدلية بحكم أنهم أخفوا كمامات اللي هي اليوم محل تساؤل جميع المواطنين.